قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. سلاما أن تنشر حبا إلهاما، بقليل أو حتى بكثير ما دامت نيتنا للخير، الكل يساهم في التغيير. النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. الميم مشددة ما شاء الله. السلام عليكم استاذة. وعليكم السلام. الله يحفظك، خليكم زي ما عندكم ان شاء الله. وعليكم السلام. ان شاء الله. بسم الله. كملوا عادي. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. تخلص ان شاء الله. خلص. الله يحفظك استاذه ان شاء الله. اهلا وسهلا. بارك الله فيك ان شاء الله. الله يحفظكم. ما شاء الله عليكم. السلام عليكم. كيف حالكم؟ السلام ورحمه الله وبركاته.
ما شاء الله، الله يحفظكم ان شاء الله. الله يحفظك الساده. اهلا وسهلا وياك. امين ان شاء الله. وتشرفنا الان في زيارتكم. اهلا وسهلا. الله يحفظك. واحنا سبحان الله نتمشى جوله في المخيمات فشفنا نماذج كثيره لمراكز تحفيظ القران وحلقات تحفيظ القران من ما شاء الله الاطفال، يعني كان الذكور والاناث، وما شاء الله من وانت ماشي في كل مكان، يعني والله يمنى ويسر المخيمات مراكز تحفيظ القرآن لأمر يثلج الصدر والله. الحمد لله. أمين إن شاء الله. أنت ما شاء الله هذا المركز كم طالبة تديله؟ بالوقت بصير وقت المدارس بصير 150، بالعطل الصيفي بصير 300-350 طالب. 350 طالبة يجوا؟ نعم. بصورة يومية؟ نعم. ما شاء الله. وكم حافظ القرآن طلعوا الآن؟ خرجتوا إلى الآن؟ من المعهد؟ نعم. لا يقل عن 25-26 حافظ. 25 ما شاء الله تبارك الله. نعم. الأعمار اللي تستقطبوها من قبلكم؟ من 7 سنوات ل70 سنة. أنا للسبعين. ما شاء الله. أنا حالات، أنا مثلاً أنا أخت أمي يعني عمرها 65 ما شاء الله. نعم. عم تحفظ حالياً بالقرآن الكريم. أنا أخت كمان بالشعب الثالثي، أخت معاقة يعني كانت كمان نطق عندها يعني. موجودة هي الآن؟ نعم موجودة. طيب ممكن نشوفها لو تكرمتي؟ نعم. ثم عرض على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. سيقول أنبئوني بأسمائهم إن كنتم صادقين. السلام عليكم. الله سلام. كيفك أستاذة؟ الحمد لله. إن شاء الله. الله يكرمك إن شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله يا رب. إن شاء الله طيبة. الحمد لله يا رب. الله يحفظك ما شاء الله. بارك الله فيك إن شاء الله. أنا ما شاء الله أستاذة أختنا قالت لي ما شاء الله في واحدة ما شاء الله نموذج. ما شاء الله أموني هي آمني مع ضمور الدماغ، يعني ما صعب النطق، إذا بدها تقرأ صعب عليها النطق، كانت هي خاصة بالأول. والحمد لله هاللحظة أول ما كانت تحكي جيت على هالمعهد كلمة كلمتين. لا لا صارت ما شاء الله. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. حفظت سورة البقرة هلا ما شاء الله تبارك الله. كيف حالك؟ حفظت 3 أجزاء الأفغانيات ما شاء الله. كيف حالك؟ الحمد لله يا رب العالمين. ما شاء الله. كم سنة لك الآن؟ عمري؟ كم سنة الآن لك في المعهد؟ من 8 سنوات. يعني كثير. أنا رايحة وجاية، رايحة وجاية. يا رايحة وجاية، رايحة وجاية. ما شاء الله. أنا ما عدت ولا النوم، أنا رايحة وجاية الحمد لله يا رب العالمين. عدت 200 سطر. هلا الحمد لله يا ابراهيم احسن من اول. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا ابراهيم. ما شاء الله. انا زي معي تانو اسري وايدي ودد. ايوه انا الحمد لله مسينا على اسرينا وايدي الحمد لله يا ابراهيم. يا الله وحسن احد هلا الان الحمد لله بين هلا احسن اراد الان احسن من اول. الحمد لله. الحمد لله يا ابراهيم. هي تقول ما طال انا رجلي انا قدرت اوسع اسري وايدي كانت رجليها ما تحسن تمشي اسري وايدي ما تحسن تحركين خالص نطق ما تحسن تنطق خالص يعني دمور دمور اثر على اسري وعلى ايدي تدل واسانه أيوة. تابعنا معها من الاحرف أيوة. يعني معرسي عرسي وعرسول اهلي بلاي كثير كثير الحمد لله امين على اسرينا وعلى ايدينا على ايدي هي بس ام هي لا ايوه ايوه وندع الحمد لله على الارض الان صارت احسن من اول الحمد لله. وانت 8 سنوات ما شاء الله تمشي وتجي. ايه روح وازي امس انا امس ايه امس الحمد لله امس بس هلا على الخوف مع الخوف اسري ما مثل اول. يوميا تمشي عشان تجي تحفظ القران الكريم رغم انه كان يعني معاها ضمور ما كانت تحسن تمشي وايديها ما كانت نعم. خالص ولكن حتى حكي ما كانت تحكي خالص. ما كانت تحكي خالص. لا ابدا تبعنا من الاحرف بعدين بالكلمات كلمه كلمه الحمد لله هلا حفظت سورة البقرة حفظت البقرة حفظتها كامل وتسع عامة وتبارد والسميعة والعمران ما شاء الله يعني آمنة أنت كنتي ما تحسني تتكلمي الآن ايه؟ حافظ البقرة إيه الحمد لله سبحان الله العمران بلشت نصها صارت تقريبا ما شاء الله ما شاء الله اللي خلاك تتكلمي كويس القرآن إيه القرآن الحمد لله يا ابني مو تبعيد ومرة على مرة تتقسم من بيتنا يا هون على السطر على السطرين
لا عتلمي عتلمتين على سطر سطرين بس. أيوة كلمة كلمتين إيه. سطر سطرين إلى أن حفظت البقرة كلها. إيه. تسمع سطر سطر نسمع على سطر سطر. وبعدين صفحة تعمل. بعدين صفحة صفحتين الحمد لله النقطة تابعت. الحمد لله هلأني تابع. الله يا أخي أنت خليتينا مقصرين والله. الله يحفظك كلنا مقصرين ما شاء الله عليك يا أخي. الحمد لله يا رب العالمين. ما شاء الله عليك يا ما شاء الله عليك يا أخي والله أنا. يعني الله يحفظك ان شاء الله كل اللي حيشوف ان شاء الله حيحرج من نفسه والله وما كانت تحسن الكلام والان وصلت يوميا بالاصرار احفظ الان دلي محمد يا رب انا ديم علينا ودل احفظ وساره يخلص وانا يسر الحمد لله من دل هدي احفظ ودل وانا يسر الحمد لله يعني ايش كان شعورك الان لما لقيتي نفسك ما شاء الله حفظتي سورة البقرة ديتي فرحت بأن معنا خلصت ديتي فرحت الحمد لله ما حسب على عدو في إيدي أحفظ ليل ونهار يا الله ليل ونهار تحفظ عدو في إيدي عدو حد سمعت في ديني وأحفظ سؤال ما حفظت بولا الله أنا أمي أنا ما دخلت في المدرسة أبدا أنت أمية ما دخلت المدرسة حد سمعت في ديني وتبقى تلمي يا حفظ في راسي يا الله جالس أراها عشر مرات حتى أراها يعني أنت أصلاً ما دخلتي مدرسة نهائياً؟ لا ما دخلت تسمع عشر بتعيد الصفحة يعني 50 مرات تدخل بعقلة لحتى أنا تحفظها يا حفظها ما حفظ أرى والأدب ولا الحمد لله يا أبراهيم يا الله يعني صعوبي 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 أنا حفظه صعوبي علي بس الحمد لله يا أبراهيم حفظته منيح يعني تل سدر سدر عيد وأقدر من 100 مرة وأقدر يا حد في عيد 100 مرة في اليوم وأقدر وأكثر يا حد في عقلي سمع أرسى الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين حبسينا الحمد لله يا رب العالمين الأسد عصبوا معي سنة أمراض ما فهموا علي أسفوا وده تلمي عيدني عشر مرات حتى حسن حسن حزن حزن أولى ما شاء الله لا بس الحمد لله الأحسن من أول الحمد لله أنت كم أخذتي معها لحد ما تحفظ البقرة؟ شي سنة ظلت أحفظ البقرة سنة سنة كاملة نعم ولما ترجع البيت يا آمنة تقرأي أيضا؟ إيه لما ترجع البيت يعني أنت حياتك كلها مع القرآن إيه معادور ليل ونهار بلاقي في هالساوي وأحفظ أحفظ ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار ويش الآن تشعر فيه لما تقعدي مع القرآن؟ الحمد لله يا أبراهيم هو نافعني هو هو اللي نافع ايه هو هديني شوي يد اهدى شوي ما فتر في حوالي يعني هو هديني الحمد لله يا الله عدو الليل ونهار في ايدي في البيت برا وجوا خلاص معلمي عليه والله وانت كمان خلاص نموذج خلاص في العمل ما شاء الله تبارك الله يعني مع الطالبات ومع الطالبه يا الحمد لله مع آمنة الله يحفظها يا الحمد لله دلون توسين مع الحمد لله يا ابراهيم وفهموا علي ورعوني أمراض شوي شوي تلميذ أنا بديئة في الحفظ أيوة الحمد لله الحمد لله صبروا علي لا أنت أكيد اللي مثلك أي واحد يصبر عليه وأي واحد يتشرف إنه يخدمه والله تسلم يا رب الله يحفظك إن شاء الله إيش أمنيتك أنت إيش أكثر حاجة تتمنيها الآن هلا الحمد لله ما بقى. الحمد لله ما بدي شيء أمر أبدا أنا رب العالمين صبرني الحمد لله ما بدك شيء بس الحمد لله ان رب العالمين صبرك الحمد لله من تمعاني في الحياة ابدا ابدا ما بدي فيها حياة دلو ابدا بس الحمد لله الله سمني ويد وأويني يا امي حالي الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله ما بدك شيء في الحياة لا ما بدي شيء الحمد لله بس الحمد لله الحمد لله من تبعوني في الحياة دلو ابدا من اخذ شيء معنا نعم من اخذ شيء معنا ما ناخذ شيء معنا نعم على عمله كل واحد اخذ نيته وعمله نيته وعمله ايوه الحمد لله يا رب العالمين الله سمني وبس نعم الحمد لله رب العالمين انا ودي يعني في هذه الجلسه اللي استفدنا منك كثير واعطيتينا يعني ايمان كبير في قلوبنا وايش كيف الانسان المفروض يتعلق بالقران الكريم وخليتينا نشوف كيف نحن مقصرين مع القران ودي تختمي يعني بكلمه لكل انسان مقصر مع القران يعني واحد بس بقرأ القرآن على ما يسر علي قبل أبدا القرآن هو يسير علي وهو رزقه وهو يحفظه مرسل يعني هو القرآن حمل الأبرة من نور في النور في البيت لعافته روح نورات دميته على رزقه وعلى عدد نوره
لأن القرآن هو تلو فتر الحمد لله بعدين، لأن هو تلو نور الحمد لله بعدين. كل نور. اللي عفته خسر علينا. اللي عفته القرآن خاسر. حسر علينا. حسر أما عليه. أما إيه أما نور هو يا الحمد لله بعدين. قلنا قلنا مؤثرين تبعوا القرآن الله حفظتون ولا رسعتون أنا نور عليتون على يسر أعمرتون. هي تقول اللي مواصلين مع القرآن الله حفظهم والله منور عليهم والله كارمهم والله رازقهم، واللي عايف القرآن وبعيد من القرآن من الخاسرين. أيوة. هذه كلمة يعني كلمتك هي أجمل خاتمة وأجمل نصيحة يا أخي. والله يحفظك إن شاء الله يا أمون، ويحفظك يا أستاذة. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يحفظك إن شاء الله، بارك الله فيك إن شاء الله. الله يستخدمكم هنا. أنت العمر. طبعا هنا سبحان الله أكثر ما يصدح في المخيمات صوت الأذان، فرغم تواضع المخيمات وظروفها المتواضعة، لكن سبحان الله لا ينسى أهل سوريا أبدا أن يكون في كل ركن مسجد وفي كل ركن مكان يتعلق فيه بالإيمان. وهذه من الرسائل الجميلة اللي دائما نعيشها ونجدها هنا بين أهلنا في سوريا وتحديدا في المخيمات. ما شاء الله هنا سبحان الله، أنا جيت أصلي صلاة العصر وما شاء الله شوف يا دوب تكلمنا عن تعلق الناس هنا بالقرآن الكريم وبالمساجد والإيمان المتعمق في نفسها. شوف كل مسجد في هذا الوقت بعد صلاة العصر لابد أن تجد المساجد في المخيمات مليانة بحلقات القرآن، كما ذكرت هذه من النماذج اللي نعكسها وتعكس لنا تعلق هذا الشعب بالله سبحانه وتعالى، وأن يفسر صبر هذا الشعب تجد لهذا الجيل اللي ينشأ بحلقات القرآن الكريم. سبحان الله لما تمشي بين المخيمات يعني يملأ نظرك واقع الخيام وقصصها المؤلمة، لكن من كل هذا الواقع المؤلم ينبع الأمل، والأمل تجده في هذه الحلقات التي تثلج الصدر، حلقات القرآن الكريم. لذلك لما شفنا في الزلزال طفل تحت الأنقاض يقرأ القرآن الكريم، لما شفنا طفلة تحت الأنقاض قالت والله أنا ما صليت إلى الآن، كل هذه المناظر لا تنبع إلا من بيئة صالحة ومن تربية ونشأة صالحة أساسها يبدأ في حلقات القرآن الكريم. لكن بما أن جينا فخلينا يعني نتعرف عليهم، وهذه جزء من واقع وحياة المخيمات. يلا إن شاء الله. بسم الله. السلام شيخنا، كيف حالك؟ حياك الله، بارك الله فيك ان شاء الله. معليش ثواني بس نقطعك ان شاء الله. ابشر. الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. الله يكرمك. كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. انا اسالك سؤال، الان الاهالي في ظل ظروف المخيمات والواقع اللي يمروا فيه، ايش الدافع الكبير اللي يدفعهم ونرى يعني انتشار خلوات القران الكريم الموجوده هنا؟ والله يا شيخ شوف، الناس يعني كانه بلشت تعرف انه ما ظل حل للوضع اللي احنا فيه غير الرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هيك يهيئ ونصلح هالجيل بحيث هو اللي يقدر يقوم بهالمهمة اللي إحنا ما قدرنا نقوم فيها. أي إنسان في الحياة يسعى لهذه القناعة، لما توصل لقناعة تربية الجيل على هذه الحلقات فضل من الله. والله في إقبال كبير جدا، يعني حتى في نقص بالأساتذة، بدنا أساتذة الدرس معنا ما في. في إقبال كثير من الأطفال سبحان الله، أحيانا بضل هون للعشاء ما بلحق، من العصر للعشاء. كم محفظ قرآن؟ هلا هون أنا ما في غيري، أنا هون بالجامعة هيد. كم حلقة أنت تدرس؟ أنا عندي حلقتين، حلقة بالجامعة الشيخ أبو عبيدة وحلقة هون بالجامعة الشيخ علي. أنت كم طلابك عدد طلابك؟ هلا أنا هون عندي تقريبا مجموع شيء 32 مجموع، وهناك عندي 22. ما شاء الله. والله إحنا ودنا واحد صوته جميل. نعم. يعني يتلو شيء. محمد ما شاء الله. نعم. يلا محمد كيف حالك؟ ما شاء الله. تعال 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 قرب هنا يا محمد. ما شاء الله. ما شاء الله. تحفظ كم من القرآن الكريم؟ 5 أجزاء. عايزينك تتلين حاجة ما تسر من القرآن الكريم. يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ولما تكبر ايش امنيتك تكون ان شاء الله؟ استاذ مدرسة ايش؟ عربي. استاذ عربي ما شاء الله. ليه استاذ عربي؟ ليش تحب اللغة العربية؟ لانه هذيك بتعلمنا القراءة. اها. لانها لغة القرآن الكريم. يا سلام يا سلام يا سلام، الله يحفظك إن شاء الله، الله يحفظك. شوفوا محمد قدم رسالة عظيمة لأطفالنا ولنا جميعا، قال هي لغة القرآن الكريم وتعلمنا القراءة. أصغر طالب حافظ القرآن كم عمره؟ 12 أو 13 سنة. يعني هذه رسالة من مخيمات سوريا، أن أساس بناء أي إنسان هو القرآن الكريم، لذلك الحرص على تحفيظ أبنائنا القرآن الكريم رسالة عظيمة وعميقة يقدمها أبناء سوريا لنا وأبناء المخيمات، وما نسوا أن أساس الحياة يقوم في مثل هذه المبادئ ومنها حفظ القرآن الكريم. الله يحفظك إن شاء الله. ثبت إن شاء الله. ولو عندك رسالة حابب توجهها. الله يبارك فيك. وجهها. الله يجزيك خير. كلمة في الخاطر ورسالة قولها. الله يجزيك خير. بارك الله. أكرمك الله. الله يحفظك إن شاء الله. إحنا يعني بس أنا لي تعليق بسيط، إنه هالأطفال ما شاء الله عنده إقبال وعنده كذا، بس يا أخي هذا الولد يعني معلش إحنا كلنا بشر، الولد بده شيء رغبه، بده هدية، بده حافز، بده شيء، إحنا الوضع المادي صفر بصراحة يعني. فإذا في حدا بس يتبنى هالأطفال بحيث بصير تكريم إن شاء الله رسالتك واصلة إن شاء الله. ما طالهم ألهموا الشباب الصغار وما طالهم كانوا نموذج للأطفال الصغار، فيستاهلوا التكريم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله يا عبد الله، ما شاء الله. استودعكم الله وآسف أنه قطعناكم، آسفين جدا. الله يكرم. لكن إحنا جينا إجبارا عشان نكونوا أنتم النموذج اللي الناس تشوف ان شاء الله، ونعكس هذا الواقع. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك شيخنا في رعايته. بارك الله فيك. الله مع السلامه. السلام عليكم، حياكم الله يا احباب من مخيمات دير حسان في ادلب. الشباب حابين يحييكم ويقولوا السلام. الله يعطيكم العافيه يا شباب. يعطيكم العافيه. يلا يعطيكم العافيه. في رعايه الله. سلام للجميع ان شاء الله من اهل سوريا في الشمال السوري. الله يحفظكم. كيف حالك يا والدي؟ إن شاء الله طيب؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. بخير. ندعي جميع المسلمين. الله يحفظك يا رب العالمين إن شاء الله. والمسلمين كلهم يدعو لكم. نحن ندعي الحمد لله بالليل أكثر. قال ما صيد صياد في بر ولا بحر إلا في غفلة عن ذكر الله. نذكر الله، الله بيحفظهم. يا سلام يا سلام. سبحان من كتب النميات في البلاد. الله يحفظك. أنا شفتك والله ومار هنا في هذا المخيم. هذا بيتنا. أنا ساكن هنا. أهلا وسهلا. الله يحفظك يا رب العالمين. الله يحفظك إن شاء الله. أهلا وسهلا. مفتوح الباب إلا كنا. كم عمرك أنت يا والدي؟ مواليد 37. آه شاء الله. 86. أها 86 سنة. الله يحفظك. الله يحفظك إن شاء الله. أنت من وين جاي يا والدي؟ من وين؟
جلجلاش عند معرة النعمان. من عند معرة النعمان؟ مكان. ايش كنت تعمل هناك في معرة النعمان؟ كان عند البساتين؟ عرب رسم زيتون وفستق وعنب وتين، يجي 85 كيلو من نعم؟ كان يجينا من المجي 200,000. ماشي، يجيكم ايش؟ فستق. فستق ايوه. ورمان وزيتون وعنب. الله يحفظك يا رب. الحمد لله جينا والله، الحمد لله صلاة هون في صلاة وفي أذان. نعم. الحمد لله بلد أستاذ. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الله يحفظك. الدنيا ريحة ماشي مثل السوم ريحة. الله يحفظك يا أخي، قعدتنا جنبك والناس كلها اللي هذه قاعدة. ما شاء الله والله بقى. تعرف الإيمان في نفوس الناس أنت ما شاء الله. قوت العبر إن شاء الله. جويدي البلد كانت بلد كمان مسلمي في نهضة إسلامية. معرة النعمان. نعم. تعلم علم شرعي. نعم. إيه إجي يا أخي نزحوا. نعم. نزحوا. وما يبلاش النزحة أبدا، ما هو بلاش. سجل عند رب العالمين. الله يكرمك يا والدي، بارك الله فيك، جزاك الخير ان شاء الله، بارك الله فيك. امين ان شاء الله. ويرضى عليكم. ويرضى عليك ان شاء الله. عزيز وغالي يا اخي، انت اللي تمر على شيء؟ انا بدي سلام تكون. الله يحفظك ان شاء الله، سلامتك يا رب. الله يحفظك ان شاء الله. طول عمرك يا رب. الله يكرمك ان شاء الله. الله يكرمك ويحفظك ان شاء الله. الله يكرمك ويبارك فيك. ابو عبد الله الله يحفظه شافنا وحلف علينا وقال الا تجي ان شاء الله تاكلوا لقمه في البيت. الله محيي اسمك. عشان برنامج عمران الاول. اي والله. فقال والله ما في مجال انت وفريق العمل والشباب الا يجي، هذا من اصلكم والله. الله يعطيك العافيه. حارس لك والله. والله نجي هنا ونجي هنا. تبشر ان شاء الله. تبشر والله. سلامك الله. الله يجزيك الخير. ابد والله. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. الله يجبر بخاطرك، روح جبرت بخاطرنا وانا محجيك. الله يحفظك. اقسم بالليل من كرمكم والله. الله يحفظك. الله يجزيك الخير. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم يا رب. يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. هذا هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. حتى بكثير ما دامت نيتنا للخير، الكل يساهم في التغيير. النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران.